نحن الآن في المشفى الوطني في حمص، وتحديدا بالقصم القديم. هذا الدمار الهائل الذي حل بهذا المشفى بعد قصفه من قبل قوات الجيش الأسدي من مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة. هذا المكان الذي كان وسيلة لمداوات الجرحى، وأصبح بعد احتلاله من قبل الجيش الأسدي مكانا للتعذيب وقتل أهل حمص. شاهدوا هذا الدمار الكبير. حسبي الله ونعم الوكيل.